غرق ما لا يقل عن 43 مهاجرا قبالة سواحل جرجيس التونسية، فيما تم إنقاذ أكثر من 8 آخرين. وكشف الهلال الأحمر التونسي أن مركب المهاجرين انطلق من شواطئ زوارة الليبية باتجاه إيطاليا. عن حياة جديدة، مركب آخر للمهاجرين ينقلب في مياه المتوسط، حيث تحول هذا البحر من طريق آمل إلى مقبرة تنهي حياة المهاجرين الحالمين بفرصة في الضفة الأخرى. العشرة لقوا مصرعهم غرقاً جراء انقلاب قارب قبالة سواحل تونس. الهلال الأحمر التونسي استطاع إنقاذ أكثر من 80 آخرين، جل هؤلاء انطلقوا بقاربهم المنكوب من مدينة زوارة الليبية في محاولة لعبور البحر باتجاه إيطاليا، غير أن القدر شاء أن تتوقف رحلتهم بسبب تعطل محرك المركب عند سواحل ميناء جرجيس التونسي. وبحسب بيانات الهلال الأحمر التونسي، فإن المهاجرين غير الشرعيين جاءوا من مصر والسودان وإريتريا وبنغلاديش. وتعترض البحرية التونسية بشكل يومي قوارب المهاجرين في عمليات منفصلة، حيث ارتفع عدد المغادرين من ليبيا بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، ذلك بسبب الأحوال الجوية المناسبة وهدوء مياه المتوسط في هذه الفترة من السنة، حيث تغري الطريق المهربين الذين يشرفون على تنظيم رحلات محفوفة بالمخاطر وغالباً في قوارب مكتظة ومتهالكة. وتتوقع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن يصل حوالي 60,000 شخص هذا العام إلى أوروبا عبر المتوسط، رقم سيكون الأعلى منذ عام 2017. معنا من القاهرة الكاتب والباحث السياسي الليبي إبراهيم بلقاسم. أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية. هل حركة الهروب في قوارب الموت تبدو عادية أم ثمة أطراف تريد اللعب على هذه الورقة في هذا التوقيت؟ أهلا بك سيد سامي. أهلا بحضرتك. أولا أعزائنا في هؤلاء الضحايا لهذه الجريمة. صراحة الهجرة غير الشرعية أو الهجرة غير القانونية هي جريمة عابرة للحدود، وللأسف ليبيا ليست قادرة فعليا على ضبط هذه المسألة. وأن الحدود يعني الساحل الليبي ساحل طويل جدا، 1200 كيلومتر، يعني ساحل ممتد مفتوح على الـ على الـ على المتوسط. لا يمكن الأجهزة والسلطات في ليبيا أن تضبط هذه المسألة إلا بالطبع مع تنسيق مع الاتحاد الأوروبي، وهذا هناك في تقصير في هذه المسألة، وأنه الكثير من المؤسسات الأوروبية والدول الأوروبية ترفض التعاون مع ليبيا في إطار هذا الملف. للأسف هناك من يفكر حتى في أوروبا في أن تكون ليبيا موطنا أو توطن في ليبيا هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، يعني تتحول ليبيا إلى أشبه بسجن كبير جدا للمهاجرين غير الشرعيين، وهذه مسألة طبعا مرفوضة. أولا اسمح لي سامي بس أذكر بأنه ليست هذه المركب الأولى صراحة التي تنقلب. قبل أيام قليلة انقلبت مركب أخرى، وغفر السواحل في ليبيا يقومون بمجهود كبير جدا صراحة خلال الثلاث أشهر الأخيرة، يعني أنقذوا ما يقارب عن 2000 مهاجر غير شرعي صراحة، وأعادوهم إلى ليبيا، أنقذوهم من عرض البحر صراحة، وهذا مجهود للأجهزة اللي غفر السواحل في ليبيا. وأيضا أنه ليست ليبيا فقط المكان الذي ينطلق منه المهاجرين غير الشرعيين للتوجه إلى أوروبا. في عام 2020 فقط في 2000 تونسي عبر إلى أوروبا وهاجر إلى أوروبا عن طريق البحر. تونس أيضا من المناطق التي ينطلق منها، ولكن خلينا احنا في موضوع ليبيا، لأن يعني ليبيا هو التركيز الكبير جدا هنا. حقيقة في الفترة الأخيرة هناك فعلا من يحاول إثارة هذه المسألة والاستفادة من حالة يعني التراخي والاستقرار الأمني لتمرير بعض الأمور لا علاقة بالهجرة غير الشرعية وبجرائم يعني تحدث من هنا أو هناك، لمحاولة التضييق على الـ على الـ على السلطات في ليبيا، والتضييق حتى على الحكومة وإحراجها. لذا أعتقد أنه زيارات الأخيرة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية لأوروبا لإيطاليا تحديدا صحيح، وخصوصا في المنتدى الليبي الإيطالي، طرح ملف الهجرة غير الشرعية بشكل واضح وصريح، وقال أنه على يعني الاتحاد الأوروبي وإيطاليا تحديدا أن تلعب دور الشريك كما هو متفق عليه في الاتفاقية الموقعة عام 2008 اللي هي اتفاقية الصداقة والشراكة الليبية الإيطالية المعنية بمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية، والمعالجة ليست في البحر بل المعالجة في جنوب ليبيا. بموجب هذه الاتفاقية الموقعة عام 2008 الاتحاد الأوروبي وإيطاليا يدخلان في شراكة لتأمين الحدود الجنوبية لليبيا،
ليس الساحل. ما تقوم به إيطاليا الآن طريقة خاطئة جدا، حتى منظمات الحقوقية الأوروبية تنتقد بشكل كبير السياسات الأوروبية فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية. لا، والأكثر من ذلك أستاذ إبراهيم، يعني كما تعلم فيما مضى رأينا كيف أن مهربي البشر يضغطون على الدول الأوروبية وخصوصا على إيطاليا للحصول على أموال مقابل القيام بدور الشرطي. إلى أي حد الذي يحصل الآن في المتوسط يدخل في هذا الإطار؟ شوف، هناك حالة من الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا اليوم، وهناك يعني سلطة قضائية للنائب العام في ليبيا. عدد كبير جدا من المهربين الهجرة غير الشرعية إما أنه الآن في حوزة أو في قبضة القضاء الليبي، وفي في أو استدعاه أو قبض أو صدرت في حقه مذكرة من النائب العام، أو فعليا هو مضيق عليه صراحة. لكن للأسف كان هناك يعني اللبس وخلط في الفهم ومغالطات في التعامل مع رجال الأمن ومسؤولين في جهاز خفر السواحل تحديدا. وهناك العكس، يعني رجال الأمن أو نقول أنه مسؤولين عن غفر السواحل كانوا يقومون بفعلا بعملية الضبط، واستطاعوا في عام 2019 و20 وبداية عام 2021 في ضبط عملية الهجرة غير الشرعية وتخفيضها بأكبر عدد. لكن عندما أبعدوا أو أقصوا أو تم اتهامهم بأنهم هم أصلا ضالعين في ملف الهجرة غير الشرعية، للأسف ترك الأمر هكذا دون تمكين لهذه الأجهزة. في المقابل أن هناك من كان فعلا يلعب دور الشرطي، يعني على سبيل المثال النائب العام أصدر أمر بالقبض على مدير أمن زوارة. مدير أمن زوارة الآن في قبضة النائب العام، في عند النائب العام محال إلى التحقيق في تهم لها علاقة بتهريب البشر وتهريب الهجرة غير الشرعية. بمعنى أنه هناك حالتين متناقضتين، وهناك عملية خلط وعملية سوء فهم أدى إلى يعني اللبس وعدم فهم وتعقيد المسألة الهجرة غير الشرعية. مسألة ضبط الهجرة غير الشرعية ما هيش مسألة أمنية فقط، بل هي مسألة لها علاقة بتعايش ولها جانب أمني وجانب اجتماعي وجانب اقتصادي وجوانب كثيرة جدا. أستاذ إبراهيم، مهاجرين غير شرعيين أو خلينا نقول استمرار هذه المأساة في عرض المتوسط برأيك؟ قولا واحدا، الاتحاد الأوروبي، لأنه هو من يسمح بهؤلاء أن يستمروا في التدفق. ودول يعني لا نلوم على دول أفريقية فقيرة، بعض مواطنيها يبحثون عن العيش في حياة أفضل صراحة، ويرون أن ليبيا معبر أو مساحة أو باب للتوجه إلى أوروبا رغم خطر أن الغرق في البحر كما حدث لهؤلاء الضحايا في قرابة من حدود تونس. فهذا لا نلوم على تلك الدول، بل نلوم على أوروبا التي تسمح أو تستمر في التعامل مع هذا الملف بشكل خاطئ. ونلوم أيضا إلى حد ما السلطات في ليبيا لأنها لا تتعامل مع ملف الهجرة غير القانونية بالطريقة الصحيحة. بمعنى أنه كان من المفترض على السلطات في ليبيا أن تتجه إلى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الهجرة أو عفوا الجريمة المنظمة العابرة للحدود، واعتبار الهجرة غير شرعية جريمة عابرة للحدود حتى تستطيع الأمم المتحدة مساعدة ليبيا في هذا الملف. ولكن تحملت ليبيا المسؤولية كاملة. هناك عدد كبير جدا من المهاجرين غير شرعيين في ليبيا، يصل لأكثر من 30 ألف مهاجر غير شرعي المدونين والمسجلين فعليا. هناك أكثر من 24 مركز احتجاز أو مركز احتجاز مؤقت للمهاجرين غير شرعيين في الساحل الغربي في ليبيا فقط. كل هذه المراكز تطلب الأمم المتحدة من ليبيا أن يتم يعني حل هذه المراكز وترك المهاجرين غير الشرعيين هكذا في الشارع. ليبيا استطاعت في خلال السنوات القليلة الماضية إعادة المئات من المهاجرين غير الشرعيين، طبعا بالتعاون مع منظمات الدولية في ملف الهجرة غير الشرعية، إعادتهم إلى دولهم الأصلية، لأن الظروف في ليبيا يعني ظروف حرب وغير مهيئة أصلا لهؤلاء، أو لا يرونها ضر أو بلد يمكن الإقامة فيها وأنهم مستمرين في الهجرة. طالما استمر الاتحاد الأوروبي في التعنت ورفض في التعاون مع السلطات في ليبيا ستستمر هذه الأزمة وستتكرر، وأعتقد أن هناك موجات جديدة من الهجرة قد تصل إلى أوروبا خلال المدة القادمة. والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تتوقع أن يصل حوالي 60,000 شخص لأوروبا عبر المتوسط. نشكرك جزيل الشكر أستاذ إبراهيم بلقاسم، الكاتب والباحث السياسي الليبي، كنت معنا من القاهرة. شكرا لك.